يلتقطون صورا تذكارية مع والدتهم قبل توجهها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، رحلة يحلم بها سكان القطاع الذين يعانون في ظل قسوة الظروف التي منعت كثيرين من الذهاب لأداء الفريضة. والله إني أنا بستنذر هذا اللي هو اليوم الحج إلنا حوالي أكثر من 10 سنوات أو 13 سنة، والحمد لله ربنا أكرمنا فيها، وإن شاء الله عقبال الإخوة والأولاد والأبناء والأصحاب. أما الحاجة سميرة محيسن فتمسك بيد ابنها قبل المغادرة، وهي التي انتظرت 11 عاما ليصل دورها في القرعة، ورغم أنها تعاني من متاعب صحية في الفقرات عبرت عن سعادتها بالذهاب للحج. اتمنيتها من ربي وربي جبر خاطري فيها، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، الفرحة اللي بقلبي الحمد لله ما فيش زيها، فرحة الحج من عند رب العالمين يطعمها لكل اللي نفسه فيها. صعد الحجاج في رحلتهم إلى الطائرة، وعند وصولها فوق الميقات بدأوا بالتلبية إذانا بدخول النسك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عدنا بعد ذلك لمتابعة الحاجة المريضة محيسن التي لم تتمالك نفسها وهي تطوف حول الكعبة، وهي تدعو لنفسها بالشفاء ولمن تحب. يا الله يا حبيبي يا رب شفيني، ما ترميني ولا تحوجني غير لوجهك الكريم يا رب العالمين. بسعادة غامرة ممزوجة بالألم عبر حجاج القطاع عن مشاعرهم، كونهم من بقعة تعاني من ظروف معيشية وحياتية صعبة خلفها الحصار الإسرائيلي. أدينا عمرة القدوم إلى بيت الله الحرام وأنهينا هذه العمرة قبل قليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل غزة بأن يفك الحصار عنهم ويسر أمورهم ويرزقهم من أوسع أرزاقه، وأن يمن علينا كذلك بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ونسأل الله أن يتقبلها منا، ونسأل الله أن يفك الحصار عن أهل غزة، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. 2988 حاجا فلسطينيا موزعين من الضفة والقطاع يؤدون فريضة الحج هذا العام، بينما لم يتمكن كثيرون من آدائها لأن أعمارهم تجاوزت 65. على مدار يومين وصل حجاج القطاع إلى مكة المكرمة وأدوا العمرة، وسألوا الله عز وجل أن يتقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم وأن يرفع الحصار عن القطاع. محمد الدعور، الغد، مكة المكرمة.